بسم الله. آخر محاضرة، محاضرة 13، بنتكلم عن الدابة تكنولوجي. الدابة تكنولوجي ازاي اخش قد نعم؟ ازاي اخش قد تمام. البيز بتاعها، الأساس بتاعها إن هي مبنية على البوينت بوينت بروتوكول. البوينت بوينت بروتوكول ده لاير 2 بروتوكول، بيعتمد على اليو فريم. يو فريم كنا خدناه فين؟ ايوه في ال اتش دي ال سي. بيقال ان هو البوينت بوينت بروتوكول ده النمبر النمبر ده فين؟ اتش دي نفس اتش دي اي داتا لينك كنترول بروتوكول. اختبرك يا حبيبي، ركز عليا ال قال ان الداتا لينك بروتوكول على فكره النت لقيته هاي ليفل داتا لينك كنترول هاي ليفل بس اشتغل. هو ايه ده؟ دكتور كتبها هاي تبقى هاي. طيب ماشي. الداتا لينك بروتوكول اللي هو البوينت بوينت بروتوكول ده بيعدي ثلاث مراحل. مهم يعني الداتا لينك كنترول بروسيدر ده بيستخدم بيستخدم علشان احنا نسيت اب الكونكشن وان احنا نعمل اوثنتيكيشن، بيستخدم كنتورك لاير. فلو احنا دلوقتي عندنا مجموعه من الدي سي ايز متوصله بالمودن، المودن متوصله بالبي اس تي ان بتاعتنا، في حاجه اسمها الراس. الراس ده اللي هو ريموت اكسس سيرفر. الريموت اكسس سيرفر ده بقى متوصل بحاجه اسمها ريديوس. الريديوس ده اللي هو ريموت اكسس دايل ان يوزر سيرفر. بيبقى في مجموعه ابلكيشنز بقى متوصل بعد كده بالاي بي نتورك بتاعتنا، وبعد كده موصلين بالهوست. الراس ده هو اللي بيسمح لك ان انت تعمل كول، تعمل اسمه ايه ده، تعمل اكسس على النت. بيبقى ما بين الحته دي من عند المودم لحد الاكستشينج بتاعتك او السندرال بتاعك، تبقى مبنيه على بوينت تو بوينت بروتوكول. ثم من اول ما بعد السنترال بتاعك لغايه الهوست بتبقى لير 2 تاندلنج بروتوكول. الكلام ده هنشوفه في المحاضره. زي ما اتكلمنا اختصار الراس ايه، اختصار الريديوس ايه، ال 2 تي بي لير 2 تاندلنج بروتوكول. وظيفه البوينت تو بوينت بروتوكول ان هو يسيت اب الكونكشن الكول ويعمل اوثنتيكيشن عن طريقتين، حاجه اسمها باب وحاجه اسمها تشات. اوثنتيكيشن العربي نفسه حاجه زي كده. بعد كده النتورك لاير. النتورك لاير دي هي المسؤوله ان هي تعمل مسج انكابسوليشن. وبعد كده هندرس بقى الطريقتين، هي الباب والتشانل. طيب تعالوا نشوف. انا دلوقتي انا عندي اي دي تي اي بيتصل بالراس اللي هو الموجود في الاكستشينج في السنترال، بيعمل كول ريكويست، فالراس بيرد عليه باكنولج. تمام. تقوم انت كدي دي تبعت له اليوزر نيم والباسورد، يقوم هو انت عامل ريجستريشن اسيومنج ان اليوزر ريجستر ويز ذا راس بيفور، هامل تشيك انت موجود عنده اليوزر والباسورد تمام، يعمل لك كونفرميشن، فانت ساعتها تعمل كونكت تبعت داتا عليه. طيب المشكله هنا ايه؟ طب ليه عامل كده الداتا بالشكل ده؟ داتا ليه؟ يعني رايح جاي رايح جاي، سواء الراس بعت لك او انت بعت له المشكله هنا في ايه؟ المشكله هنا ان الباسورد مبعوته صريحه. فلو حد في النص اتكر هيعرف. ودي مشكله كبيره. ده اللي اتعدل في التشاب. البروبلم هنا ان اليوزر باسورد از ترانسفيرد او ترانسميتد ان بلين تكست، اللي هي ايه؟ مش انكريبتد. التشاب تشالنج هاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول. اسيومنج برضو ان انت عملت ريجستريشن قبل كده، فانت عملت كل سيت اب، رد عليك باك وبعت لك التشالنج. التشالنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارقام، اي مسج يعني، ارقام بلاش لازمه اللي بيرد عليها بيرد عليك بها الراس. تاخد انت التشالنج ده تعمل لها هاشي يطلع لك الاتش اللي هو الميديا اكسس المسج اوثنتيكيشن. لا، هي التشالنج ده هو اللي هيعمل هاشنج للباسورد. ايه؟ التشالنج ده هو اللي هيعمل هاشنج للباسورد. بالظبط. فانت هتعمل هاشنج للباسورد عن طريق الشانل ده، تبعته مع اليوزر نيم اللي هي الباسورد المتشفره. تبعتها مع اليوزر نيم، بيجي هنا يدخل الباسورد المتشفره ماشي، يقارنها مع الباسورد اللي انت مسجلها عشان انت عامل ريجستريشن. يقارنها مع الباسورد اللي هي يعمل لها هاشنج برضه، ويقارن الاثنين ببعض.
لو الاثنين يبقى انت، لو الاثنين زي بعض يبقى انت، لو مش زي بعض يبقى حصل مشكله ويعمل لك كونفيرميشن يبدا يبعت داتا وكلام من ده. اتكلمنا وقلنا ان النتورك لاير ان هي مسؤوله تعمل انكابسوليشن اللي الاكس 20 باي او فري او ايا كان انتو البوينت بوينت بروتوكول عشان تعرف توصل للنت. اخر حاجه عندنا دي برضو الرسمه دي زي الرسمه اللي فاتت. اللير 2 تانلينج بروتوكول اللي هو ال L2TB مهمته ان هو يعمل انكابسوليت اليو دي بي انتو تانلينج فورمات. احنا اتكلمنا تانلينج اللي هو البي بي ان، لما اتكلمنا اتكلمنا ان التانلينج خدناه في المحاضره اللي فاتت ان هو ده الايه اللي هو البي بي ان. اللير 2 تانلينج بروتوكول اللي هو كان مكانه هنا اللي هو ده مهمته ان هو بيحول اليو دي بي الى تانلينج فورمات. اهو انكابسوليت اليو دي بي يوزر داتا جرام بروتوكول انتو تانلينج فورمات. هنا الدكتور طبعا كان دكتور جمال قال ان هو دكتور ايهاب هو اللي هيتكلم عن اليو دي بي وكلام من ده. انا كان يعني متاكد ما حدش اتكلم عنه. لا دكتور ايهاب اتكلم عنه. في زي ما قلنا ان التانلينج لونه عين اي اتش واي اس بي. هي بالظبط نفس المحاضره اللي فاتت، ولكن الفريم بتاعك فرق بينه ايه؟ ان 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 عندك اليو دي بي هيدر عباره عن جزئين، جزء للريال اي بي ريال اي بي وجزء ثاني. انت بتاخد ده كله بتدخله تعمل له هاشنج وبعدين بتحطه في الجزء ايه؟ هنا الداتا، الداتا هنا مش 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 انكريبت بلين تكست. الاي اس بي الداتا هنا عندك الجزء ده انكريبتد بتدخله برضو على تعمل له انكريبشن بالام دي 5 اللي يخرج من هنا بتعمل له بتدخله يبقى هو ده الاي اس بي بتاعك ويبقى هو ده المنظر بتاعنا في التانلنج. عملنا انكابسوليتد ايه؟ انكابسوليتد يعني هذا انكابسوليتد اخر واحد سكيورتي بيلود. سكيورتي بيلود ويبقى كده خلصنا من الدكتور جمال ان شاء الله الله على خير محمد. بسم الله. تشرح كده كل امبارح كده طيب ما عدا محاضرتين اللي هي ال 11 لا اللي هي ال 9 وال 10 اقفل يا عم اقفل.